السادسة والسابعة الآن مع بداية شوط المباراة الثاني من أجل مشاهدة شوط ثاني أجمل بين الفريقين، مع تمنياتنا بالتوفيق للفريقين ولكل الفرق التي تلعب في نفس هذا التوقيت. كرة ملعوبة الهلال عالية وأمامية، شلوبي أخذها بحاول يمر لكن مضايقة موجودة، استخلاص من لاعب الفريق الأنصاري وبداية هجمة نفس الأسماء اللي بدأت الشوط الأول أنهت ذلك الشوط وبدأت الآن في الشوط الثاني. ممتاز ممتاز المرور والخطأ خارج منطقة الجزاء لصالح فريق نادي الأنصار ضد ماجد المرشدي للاعب متميز أيمن راجح. برافو يا لعيب، الولد لعيب أيمن راجح، كسب فيها مساعة. التمويه من البداية كان حلو، والانطلاقة والسرعة وأخذ المبادرة كان جميل جدا، لاعب إمكانياته حلوة. شوف شوف شوف، لو أتت اللقطة قبل كنتوا راح تشوفون القرار، يعني لما موه وتقدم، وهنا الخطأ الذي احتسب ولصالح نادي الأنصار مع بداية شوط المباراة الثاني. شوف لقطة، هل سقط داخل منطقة الجزاء أم خارج منطقة الجزاء؟ العموم 27 متر على تنفيذ الخطأ من خارج منطقة الجزاء، هل تنفذ مباشرة أم تلعب عرضية على رؤوس اللاعبين الأنصاريين؟ سنتابع ونشاهد. كرة عالية عرضية أمام المرمى ولكن سهلة تماما، لا كانت رفعة ولا كانت تسديدة. اللقطة الماضية لقطة اللاعب محسن العيسى لم تستثمر، نامي على الطرف الأيمن لصالح الهلال، عالية أمامية، عربي يوسف العربي بيسيطر عليها، بتعود مرة ثانية هرماش إلى الأنصاري، أنصاري أنصاري مين؟ إلى نامي، نامي ولد الأنصار ولا تزعل، أنصاري هرماش عالية أقصى الجهة اليسرى لصالح نادي الهلال الفريدي، لو خذ مساحة قليلة وعنده من الأول ممكن يمر من الثاني، كرة بتمر من إيمانه البعيد تماما عن وضعه الطبيعي وأداه المعتاد، النجم الكبير الكاميروني إيمانه. كرة بتلعب عالية وأمامية على صدره لفريدي، ممتازة أكثر تميزا لعبد العزيز لكنها قصيرة، عادت في مساحات ضيقة تماما، الهلال يحاول الاختراق من العمق وهي مهمة شبه مستحيلة. الزوري على الطرف الأيسر مشالي إيمانة، عدى تقدم إيمانة لكن كرة بتصل شلوب للزوري على الطرف الأيسر، خطر أمام المرمى، جول جول لصالح الزعيم ولصالح العربي، العربي بالعربي الفصيح، هذا الهداف الصريح وبالنبطية عربي، وشحيلت من صابته رمية الهدف، اختار يا يوسف ما بين النبطي والفصيح فأنت الخيار الصحيح، بالعربي الفصيح هذا الهداف الصريح، بالنبطي نقولها وشحيلت من صابته رمية الهدف، اختار ما بين نبطي وفصيح أنت الخيار الصحيح، وما يصح إلا الصحيح. الزعيم يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، الهلال 2 الزعيم 2، الموج الأزرق يتقدم مع بداية شوط المباراة الثاني، كرة ثانية للهلال على الطرف معناته هدف ثاني، والزعيم يتقدم، نتيجة أكثر أريحية الآن. كرة بتلعب للأنصار، محاولة المرور، الله يكون في عونهم الأنصار، كرة بتلعب، كرة أمام المرمى لكن أسامة وصابي خلصها لخارج ملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى، يعني قلناها للعربي، كانك تبغيها بالفصيح ولا تبغيها بالنبطي، كلاهما يؤديان نفس المعنى، الهداف هداف، وما يصح إلا الصحيح. والعربي يتقدم بصناعة الزوري، هدف ثاني لصالح الموج الأزرق. كرة اللعب عالية عرضية، بيسيطر عليها الشراحيلي، كنترول غير سليم، الكرة إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية، الحارس الذي لم يبدأ المباراة ولكنه استبدل بعد إصابة حسن العتيبي، حسن العتيبي ضربة ركنية لصالح فريق نادي الأنصار. تلعب عالية، كرة بتتخلص
كرة أيمانة، يو كرة لعبة الفريدي، راية وتسلل، راية وتسلل، هجمة إعصار على مرمى الإنصار، إعصار للزعيم على مرمى الإنصار في الشوط الثاني، لكن الكرة فيها تسلل. راح نشوف الإعادة، راح نشوف الإعادة، وبناء عليها كل يقول راية من هني مو بواضحة، عطنا لقطة ثانية يا مخرجنا، من هني مو بواضحة، لكن تسلل احتسب، والكرة فيها راية وتسلل الآن على أنس عبد الرحمن أنس، والمساعد الثاني لأمامكم عبد الله الأحمر يبدل 34 عاما حكم مساعد أول، مساعد أول. اتفاق يتصدر، شباب يتصدر، الهلال يطارد وقد يتصدر، الاتي في وضعية ليست بالجيدة ومع ذلك هو حاضر وموجود بالمنافسة، الأهلي موجود، النصر بعيد يعني لكن لسه الدوري طويل، لكن تقريبا ملامح المنافسة بانت على شكل الدوري السعودي. هرماش بيحاول يمر لكن ممتازة، ممتاز يا محسن اللي بيمررها بشكل ممتاز للأردني محمد منير، محمد منير في مطرب مصري محمد منير، لكن هذاك أسمر، هذا الأردني أبيضاني. كرة خطأ من خلالها، خطأ من خلالها، تلعب بيسيطر عليها، بتنقل الآن على الطرف الأيسر للظهير الأيسر، عالية وعرضية أمام المرمى لكن شراحيلي بيسيطر عليها، ممتاز أحمد عسيري، الظهير الأيسر، كرة الآن، كل هجمة للهلال فيها رعب، كل كرة في الشوط الثاني فيها رعب، كرة الآن ملعوبة للعربي، العربي هذه بالفصيح ولا بالنبطي، كرة العربي، السلام، لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية بناء على قرار حكم المباراة السيد فهد المرداسي، هذه اللقطة ما فيها، يا فيها فاول يا فيها انذار على العربي، ما فيه، يا مثل العربي يا المصلحة فاول، يعني لا تحتاج إلى لكن المباراة على فكرة تسير بشكل ممتاز تحكيميا، خذ أحمد، لعب أحمد، راية وتسلل، راية وتسلل، كل كرة للهلال الآن بمثابة هدف شبه محقق على مرمى الأنصار، شايف؟ هنا جمهور الهلال يقول اثنين، اثنين للهلال مقابل لا شيء، سبق ان حضرت هذه النتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين مرة وحيدة وكانت هنا او مرتين وكانت هنا عام 2001، 2-0 للهلال هنا في المدينة المنورة يوسف الثنيان وحسين العلي، وعام 2006 كماتشو وياسر القحطاني، يعني لما تقول يوسف الثنيان لازم تحط فاصلة ونقاط وتقلب الصفحة وبعدين تذكر يعني بقية الأسماء، يعني ينحط اسمه في صفحة الوحدة. لم تنجب الجزيرة العربية لاعب مهاري بقيمة وإمكانيات يوسف الثنيان، ما في مثل موهبة يوسف والله، يعني أنتم لا تسألون الهلاليين، سألوا غير الهلاليين عن يوسف الثنيان، قول لك يوسف يا أبو عبد الله أكيد أنت تعرف يوسف، يوسف حاجة ثانية، حكاية ثانية، إنه الفيلسوف، فلسفة خاصة بقيمة ذلك النجم الكبير الذي يرتدي قميصه اليوم أحمد الفريدي. كرة بتلعب تونا نطريه وجاف السالفة، يا شارد منه وملاقيه، ملاقيه، جول أمام المرمى، يا سلام، ما هذا يا زعيم، كرة بتلعب الآن للأنصار، محاولة المرور، شو تسوي؟ لا زال يحاول لك تخلص من أمامه ولكن الهلال يطرب في شوط المباراة الثاني، يا سلام يا سلام، الزعيم، كرة أمام المرمى، تغطية موجودة ولكن بسيسي يقول لها بس ويخرجها لخارج الملعب، رمي التماس، رمي التماس، 10 دقائق مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عبد الإله هوساوي الآن شارك،
في مطلع شوط المباراة الثاني. اللاعب الذي كان لاعبا في النادي الأهلي أول موسم له مع الفريق، في فترة من الفترات لعب للحزم أيضا. كرة بتعود فيها راية وتسلل، لكن الأفضلية بلعب الكرة موجود. كرة بتلعب عالية وأمامية وصلت لأحمد، هنا الخطورة. أحمد بيحاول يمر، بيلعبها ليوسف، يا سلام يا سلام عالية، يا جماعة تونا نذكرهم بيوسف الثنيان ومتعة الهلال في تلك الأيام. بدأ يقولون لا والجيل هذا فيه خير، والجيل هذا يا سلام يا سلام. الكرة سليمة 100% في الهدف الهلالي الذي سجل عن طريق يوسف العربي، وأعلن عن تقدم الزعيم الآن بنتيجة شبه مريحة بهدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. سلامات أيمن راجح، وكفة الزعيم هي الأرجح الآن بالتقدم بهدفين مقابل لا شيء. عاد والله المدينة، واللي يزور المدينة يعرف ميزة موجودة في أهلها، غير الطيب وغير الكرم وغير نبل الأخلاق، عندهم شغلة ترى مميزين فيها، نفس الطبخة. يعني شو السالفة؟ المدرج الآن كله واقف، وهتافات قوية جدا وتفاعلك. أوه زخوه زخوه، سريع والله، مسكوه ولا ما مسكوه؟ لا والله. أوه ثاني جاهم ويهدي ويحاول، والله الله 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 الله، سريع دخل جول 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 جول. لا والله عدى، مسكوه مسكوه، هذا مسكوه، والثاني لازم يمسكونه. وتصرفات ما زالت تعكر المزاج رغم انها يضحك شوي شوي شوي. الله، والثالث هذا يشجع الانتر، سريع ولابس فانيلة تيتو، سريع جدا، والى الان ما حد مسكه، الى الان ما حد. يا جماعه يبقى الله، سلايت من العسكري وصادوه، ثلاثه صادوا منهم اثنين وباقي واحد، ثلاثه وصادوا منهم اثنين وباقي واحد. طبعا الان خلاص بيصورونه في الاجهزه، وتصور في التلفزيون من جده، لكن لازم يكون في حزم. يعني انا من وجهه نظري الشخصيه شو يسوون معاه؟ ما يفكونه الا لين ما يجي ولي امره، ما يفكونه لين ما يجي ولي امره. عاد هو يمكن ما يخاف من الشرطه، لكن من ابوه لا والله بيتراقى لو شاف ابوه وشاف العصا، والله يا انه بيهدأ. عموما بعد ان ذكرونا بالشنقيطي لاعب الوثب العالي، الشنقيطي على فكره هو انصاري، واللاعب اللي حقق ميداليتين مع المنتخب السعودي لالعاب القوى في اغوانزو، وينتمي لنادي الانصار الشهير ايضا هذا النادي بكره السله وتحقيق الانجازات والبطولات والديربي الخاص في كره السله مع نادي احد. كره بتلعب لصالح الهلال. الكوميديا واللقطات المثيره تحضر مشاهدينا في الشوط الثاني بعد ما غابت الفتره، رجعوا مره ثانيه الشباب يسوون مشاكل. كرة ملعوبة، إيمانة إيمانة للزوري، يا السلام يا السلام للهلال. كرة لعبد العزيز الدوسري بأيها، كرة بتلعب لكن تمرير خاطئ، تتخلص الكرة مرتدة للأنصار. الأنصار يحاول، لكن أسامة هنساوي قبل الاحتراف يحافظ على احترافه مع الزعيم ويخلصها. كرة من شراحيلي أقصى الجال يسرى، استلام جميل، الكرة ملعوبة الآن لمحمد الشلوب ولمصلحة الهلال الباحث عن اسعاد جماهيره بهدف ثالث. كرة ملعوبة للعربي، العربي مع محمد منير، العربي بيلم، بنية جسمانية قوية 24 سنة لكن ليس مهاري من الطراز الأول. كرة أوه لازالت أمام المرمى، لازالت أمام المرمى، عبد العزيز الدوسري بيلعبها، لكن كرة تفننوا كثير الهلاليين في الشوط الثاني، من حقهم. كرة بتلعب، تصل الآن للأنصار لأحد لاعبيه المميزين تماما، اللاعب أيمن راجح. ساعة كاملة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، مشاهدي ومتابعي وعشاق الدوري السعودي،
الهلال يسجل حتى الآن الانتصار السادس على التوالي، هو الفريق الوحيد هذا الموسم اللي حقق 5 انتصارات والآن في طريقه للسادس. كرة ملعوبة إيمانا لكن تصرف غير سليم، كرة بتعود مرة ثانية لصالح الأنصار، الأنصار يحاول، كرة لأنس بنزلة حلوة، إبعاد الكرة لكن نامي الآن يخلص، كل مرتدة الهلال بمثابة تهديد صريح، ولكن الأنصار الآن يفتح خطوطه في الشوط الثاني. كرة ملعوبة، تسديدة قوية ممتازة من أيمن راجح ولكن بيسيطر عليها، بيسيطر عليها. طلبت اللعب الأنصار في منتصف الملعب الباحث عن تسجيل هدفه، هو صاحب أضعف خط هجوم في الدوري السعودي هذا الموسم، عبد الإله هساوي بيلعبها لكنها بتعدي إلى الجانب الآخر، ضربة مرمى، ضربة مرمى. المدينة أيضا أخرجت اللاعب حمزة إدريس نجم الكبير الاتحادي اللي كان في البدايات مع نادي أحد، الأنصار موسى مرزوق اللي راح للأهلي والاتحاد، مالك معاذ، رضا تكر قبل ما يروح الشباب كان منتمي للأنصار، لفريدي وحمزة صالح لاعب من ضمن حمزة صالح من ضمن جيل 94 للمنتخب السعودي، يعني تلك أسماء. لكن هذا الولد اللي هو أيمن راجح من اللعيبة اللي أطربوني كثير في مباراة اليوم، ممتاز يا أيمن، ممتاز يا أيمن. ومدربه أكيد جلال القادري المدرب التونسي راح يكون هذا اللاعب هو الخيار الأول له في كل المباريات القادمة. جلال القادري على فكرة مدرب عمره 42 سنة من أصغر المدربين في تونس وحاصل على كل الشهادات، قادم من تدريب نادي اتحاد أمونستيري التونسي وكان حيوقع مع الملعب التونسي قبل لا يوقع لنادي الأنصار. ملعوبة الأنصار داخل منطقة الجزاء، بتعود لعبد الإله وساوي بيحاول معاه العربي، أبو العربي، تعرفون فيلم أبو العربي اللي في فيلم هاني رمزي، أبو العربي اللي تبع بورسعيد، هذا العربي يوسف العربي مغربي وكلنا عرب. إيمانة خذها على صدره مشي السلق للهلال في منتصف الملعب، كرة ملعوبة الآن لإيمانة، إيمانة إيمانة راح يمشي، راح يمشي لكن أطول من اللازم يا إيمانة. عدت الكرة الماضية ولم تستثمر، بيبا اللي هو مختار الشنقيطي من جماعة أسامة الشنقيطي من نفس يعني عشيرتهم اللي جاب ميداليتين للسعودية في الأولمبياد، عربي يحاول، كرة اللعب للأنصار عالية وأمامية ما زالت قائمة، حاول ياخذ أنس، خذ أنس وسدد أنس ولكن سيطر عليها شراحيل. كرة اللعب إيمانة، عربي تمرير خاطئ كان المفروض مشي على الجانب الأيسر لكن لعبها في منتصف الملعب. كرة اللعب، هل يكتفي الهلال بالهدفين أم أن لديه شيء ما يقوله؟ إيمانة غير موفق اليوم، ما قدم الكثير لكن ممكن أن يظهر في أي لحظة، خطب هرماش وتدخل قوي من هرماش في اللقطة الماضية، يعتذر لزميله لكن في الشوط الأول كان يستحق بطاقة صفراء على إحدى الحالات، على العموم أعتقد تلقاها تحصل عليها. هزيمة ثامنة يا أنصار على التوالي، كرة اللعب عالية وأمامية، العربي يوسف، يوسف العربي بيسيطر عليها، هداف الهلال هذا الموسم يوسف، كرة لمحمد بيحاول تصل أحمد الفريدي، يا 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 السلام يا السلام، لكنها أبعدت من قبل مدافعي فريق نادي الأنصار.
25 دقيقة تتبقى بعد ما مرت 20 والكرة أمامية، لكن أقرب لدفاع نادي الأنصار الذي في رصيده صفر من النقاط، صفر من النقاط. هذا المدرب التونسي جلال القادري 42 سنة هذا المدرب، وآخر محطة له كان مدربا للاتحاد المنستيري في تونس، وكان على مقربة من التوقيع مع نادي الملعب التونسي، وهو تحديدا على فكرة من جنوب تونس، وهذه ليست أول مرة يتواجد بها بالمملكة العربية السعودية. بل للمعلومية قبل سنتين درب ضمك في الدرجة الأولى وزار نادي الأنصار، كانت آخر زيارة له قبل ما يستقيل من نادي ضمك، كان ضمك يلعب مع الأنصار في ملعب الأنصار، وبعدها غادر والآن عاد لأن لديه الرغبة بأن يكون متواجد في الدوري السعودي. عبد العزيز الدوسري إيمانة بيلعبها لخارج الملعب، يبدو هناك لاعب يسقط على أرضية الملعب، سلامات بإذن الله. هذا إيمانة كما ذكرت هو من مدينة يواندي الكاميرونية، هذه المدينة اللي فيها مجموعة من المساجد يتصدرها في وسط المدينة جامع الملك فهد الكبير في العاصمة الكاميرونية إيواندي، وهو لاعب طبعا هنا أسام، هنا سامي، وهنا توماس دول، والهدف الثاني يا دول أعطاك راحة، وبنادول بمثابة البنادول تماما يا توماس دول، كونها تقريبا قربت الهلال نتيجة المباراة. كرة اللعب تصل لعبد العزيز الدوسري بينقلها باتجاه ماجد المرشدي. الأنصار الذي تأسس في عام 1376 باسم نادي العقيق، وعلى لهجة المدينة العقيق. كرة ملعوبة تصل للزوري، عبد الله بيحاول يمر، عبد الله المضايقة موجودة، يحاول الزوري بيعيدها بكعبة، كرة لمحمد الشلهوب، شلهوب يا سلام، أوه كيف ما كملتها يا العربي، متعة الأقدام اليسارية في الهلال اليوم رائعة جدا. وهذه كرة، كرة حكم المباراة فهد المرداسي لا يشير على وجود شيء لنجم الأنصار الأول في المباراة أيمن راجح، أيمن راجح سلامات بإذن الله. تعرض كثيرا للإيقاف غير القانوني هذا اللاعب المميز ابن 26 عاما وأحد أبناء هذا النادي، كما ذكرت 65% من لعيبة هذا النادي هم أبناء النادي. الهلاليين كلهم سعداء بهذا التقدم، بهذا الفوز المهم، بهذا المشوار الطويل من الرياض إلى المدينة المنورة، وحتى وصولهم، وصول الفريق الهلالي سبب ربكة في حركة المطار بالنسبة لمطار المدينة المنورة، جمهور كبير احتشد من أجل، شايف هذه الكرة أعتقد فيها خطأ، أعتقد فيها خطأ ضد نامي، ولمصلحة اللاعب أيمن راجح لم ينتبه له حكم المباراة. عموما كنا نتكلم عن الربكة اللي سببها حضور نادي الهلال في مطار المدينة المنورة. هذا فهد المرداسي 27 سنة هذا الحكم، مدرب ومعلم تربية بدنية، ولكن هناك جهد يجب أن يبذل بالنسبة لنادي الأنصار لأجل إنقاذ الموقف. سيد محمد بهاء الدين نيازي الرئيس الحالي بالنسبة لنادي الأنصار، وهو على فكرة الرئيس رقم 8 بالنسبة لنادي الأنصار بمسمى الأنصار، لكن بشكل عام هو الرئيس رقم 14، لأن لما كان اسم العقيق كانت هناك 6 أسماء، والآن هو المدرب رقم 14 في تاريخ نادي، أو الرئيس رقم 14، لأن عبد العزيز الربيع هو الرئيس الوحيد الذي ترأس النادي بالاسمين، باسم العقيق وباسم الأنصار، لكن أول رئيس بشكل عام السيد عمر صالح كأبرز رئيس أو أول رئيس في تاريخ نادي الأنصار الذي نتمنى له التوفيق. لما تتنوع الأندية من مناطق مختلفة تشوف هذه الهالة الجماهيرية، تشوف لما الهلال اليوم يجي تشوف كيف الجمهور، لما يجي الاتحاد راح تشوف كيف الجمهور، شفنا الأهلي لما أتى وأتى كيف الجمهور، النصر لما راح يجي، الاتحاد، الأندية الكبيرة الجماهيرية اللي راح تأتي راح تشوفون أجواء جميلة جدا في مثل هذه الملاعب، وبالتالي تنوع المناطق من المسائل الجميلة جدا لإثراء الدوري السعودي، لكن بشرط إذا بقى الأنصار الدرجة السنة القادمة موجود الملعب لازم نشوف في الجهة المقابلة مدرج نفس هذا المدرج،
يعني مجرد المنصة فقط ما شاء الله يتسع لأكثر من 25,000، رغم أن التذاكر التي بيعت هي 18,000 تذكرة اللي تم بيعها، وأسعار التذاكر 20 ريال للدرجة العادية وللمنصة 150 ريال، يعني دخل ممتاز، دخل ممتاز. عاد انتم احسبوا كم دخلوا اليوم. العوبة للهلال، إيمانة والشلهوب قصة تروى في الجانب الأيسر الآن. أقل من 20 دقيقة يا من تتابع يا من تشاهد، عشاق الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الأنصار في المدينة المنورة بهدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. الشلهوب والعربي، كرة اللعب تصل لأنس اللي بيحاول يلعبها عبد الإله وساوي، لكن السوري بيخلصها لخارج الملعب، هي أراميتا. الآن هجوم الهلال يصل للرقم 18 من الأهداف، لكن يبقى هجوم العميد هو الأقوى ب 22 هدف، ثم الشباب 18، الآن الهلال 18، ثم هجوم الاتفاق اللي مسجل خماسية يوم أمس ب 16 هدف، وأقوى دفاع بدون أي جدال الاتفاق. كرة أمام المرمى ولكن وصلت سهلة، لم يوفق في لحظة التسديدة الرأسية الظهير الأيسر أحمد عسيري في اللقطة الماضية. كنت أتكلم عن معطيات وأرقام في دوري هذا الموسم، يبقى الأنصار هو أضعف خط هجوم 3 أهداف، الرائد مسجل 4 أهداف، ومن هو ثالث أضعف خط هجوم في الدوري؟ صدق أو لا تصدق، إنه من أحضر لكرة القدم السعودية أعظم هداف في تاريخها، ماجد عبد الله، يعني أعظم هداف فريق اليوم ثالث أضعف خط هجوم في الدوري، 8 أهداف النصر مسجل، وكان الشوط الأول خسران من نجران 0-1، ما أدري إذا يوافون الزملاء بالنتائج المقامة في نفس توقيت هذه المباراة. كرة ملعوبة الآن للأنصار في مكان سليم، لكن أسامة هوساوي بيخلص، المباراة لسه فيها جول، لسه فيها هدف. يبقى الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعادل في دوري هذا الموسم. كرة ملعوبة لكنها بتتخلص، في تبديل قادم، الأجواء ما هي غريبة عليه كثير أسامة وساوي، ما بين مكة والمدينة ما في فرق كبير. القرني، محمد القرني الآن يشارك، يبدو مكان هرماش، راح نتأكد، لا مكان أحمد الفريدي ولد المدينة، الليلة ما كحل عينه بقول، ترك أرضية الملعب، لكن فرصة لزيارة أهله، والدته، والده، فرصة لأنه متواجد في الرياض دائما. إيمانة بيحاول يمر، تخلص من أمامه، كرة بتعود، يا سلام يا هرماش، يا سلام يا هرماش، العربي بيحاول، والكرة تتخلص من أمامه، بتعود مرة. شو تسوي يا العربي، شو تسوي يا العربي، وهو فوق اللاعب مسك، يعني هو ما شاء الله جسم ووزن فوق، انه هو يعني هو جالس اساسا فوقه، ومع ذلك شوف 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 كمل اللقطه، شوف شوف الان هو فوقه ذبحها ما شاء الله وزن عليه، وبعدين قام يحاول في الكره وهو فوقه بعد. لا يا عربي، لا يا عربي، ارحم شوي، شوف 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 الان، شوف شوف. الله يعين اللي تحتك والله، الله يعين السبيع، الله يعينك، كان ضحيه العربي في اللقطه الماضيه، ما شاء الله عليه وزن، يعني فيه لو تلاحظون الرقم 9 وزن رونالدو، الحلقة حلقة رونالدو، يا ريت يكون عندنا لاعب عربي 50% من رونالدو، راح يكون أسطورة في الملاعب العربية. رونالدو، تحدث عن رونالدو البرازيل. آخر ربع ساعة مشاهدينا متابعينا عبر الرياضية، تعادل كان وقد انتهى منذ فترات طويلة، بل أن الهلال الآن الفريق الوحيد الذي لم يتعادل في دوري هذا الموسم مع الأنصار. على فكرة كلاهما يعني هم الفريقين فقط اللي ما تعادلوا في دوري هذا الموسم. كرة اللعب للقرني، نامي يقول كل لاعب ينتقل من ناديه يسجل في مرمى فريقه السابق، أتمنى أن أسجل اليوم، هو صاحب هدف على فكرة في دوري هذا الموسم في مرمى التعاون. عبد العزيز الدوسري، القرني، الشلهوب محمد بيلعبها أمامية للعربي، بيحاول
يحاول يمر وخطأ لمصلحته. فاول للهلال في آخر ربع ساعة، في آخر ربع ساعة من عمر المباراة. الزعيم قد يحسمها تماما، يعني هي شبه محسومة منطقيا ولما يحدث في أرضية الملعب. المباراة إذا كان لكرة القدم منطق فمنطقيا هي المباراة الشنقيطي. ترك أرضية الملعب لمحمد لبيب، محمد مصطفى لبيب لاعب الاتحاد السابق، يعني ما برز مع الاتحاد. آخر محطة له كانت القادسية على فكرة، إيمانة من 23 متر، إيمانة تايسون الكاميرون، هل يختمها تماما؟ هل يسجل وينهي المباراة؟ وعلى فكرة لعيبة الهلال اليوم صلوا صلاة العصر في الحرم النبوي. يا سلام، شكله في حد دخل، حد دخل الملعب شكله، لأن أشوف الشرطة يركضون. يعني الشرطة الآن يبالهم لياقة فل بسبب الشباب هذيل، إذا ما عندك لياقة والله بيخيطك في الملعب. خطأ للهلال ولقطة الحسم الرسمية قد تكون. إيمانة يلمع، إيمانة بيلعبها، بيتغير اتجاهها إلى ضربة ركنية لمصلحة الهلال. إيمانة راعي العانية، حضر عرس أحد الجماهير الهلالية اللي ما كان يتوقع أنه يحضر عرسه، فقال له وش عاداتكم وش تقاليدكم؟ والله رجل يدور المعنى، وش عاداتكم يا للسعودية؟ قالوا عانية كاش، والله ودفع العانية. إيمانة كفو والله يا إيمانة، توقف وإيقاف اللعب الآن. لكن منظر المدرجات يا له من منظر يسر الناظرين، والكرة بتعود لنامي لازال يحاول يسقط في هذه اللقطة، بطاقة صفراء قد تظهر على نامي. المرداسي يعطيه بطاقة صفراء، هو كان يتمنى انه يسجل، يقول لك ياسر انتقل من القادسية للهلال، سجل في مرمى القادسية. يقول لك مجموعة، يعني المحيان انتقل من الوحدة سجل في مرمى الوحدة بقميص الهلال، هوساوي انتقل من الوحدة للهلال سجل بقميصهم. يقول انا ودي اليوم تصدق معاي واسجل، لكن مثل فيها وسجل بطاقة صفراء، سجل بطاقة صفراء. كرة اللعب تصل الان للبيب، لبيب اللي بالإشارة يفهم مررها، لكن الكرة بتتخلص. بتعود مرة ثانية، إيمانة بيمر، إيمانة يتقدم، خلص من أمامه، ما عنده مساحة، خلص. الهلال والنصر وجها لوجه يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر. كرة اللعب تتخلص بشكل ممتاز من مدافع الأنصار، أعادت في منتصف الملعب، لكن الكرة تصل عبد العزيز الدوسري، لعبها لشبيهه الأكبر الشلهوب العربي، فيها راية وتسلم. طبعا نتحمد السلامة وصول الزملاء المراسلين عبد الرحمن الدحيم وعبد الله العضيبي، مميزين تماما لأن تأخرت رحلتهم ووصلوا وراح يغطون المباراة بعد المباراة، فالحمد لله على سلامتهم. وشكلها من نظارتك يا دحيم، الإيمان اليوم ما قدم شيء، لأن عجبتها النظارة اللي عند زميلنا عبد الرحمن الدحيم واخذها من عبد الرحمن، وعبد الرحمن تعرفون يعني قال له واصلة، لكن من يوم ما اخذ النظارة يا عبد الرحمن ما بدع إيمانه. يعني الهلال هنا يبون إيمانه يبدع، يقولوا رجع نظارة الدحيم. القادري وفريق لا يقدر على مجاراة الهلال، وهذا الشيء منطقي يا توماس دول، فإن الهلال يتقدم بهدفين مقابل الشيء، وليس أمامنا إلا دقائق عشر متبقية لعمر هذه المباراة. الهلال 2 الأنصار لا شيء، الفريق الذي ينتصر 5 مرات متتالية يواصل انتصاراته، والذي يخسر
في 7 مباريات متتالية يواصل خسائره، لا جديد، المنطق حضر ولا وجود للمفاجآت، لكن أعتقد من ناحية الأداء الأنصار لم يكن سيئا، وأمامه فرصة لأن يصحو في الفترة القادمة وأن يحسن من مستواه وأن يحسن من حضوره. لبيب بيلعبها أمام المرمى، لكن تغطية ممتازة من الزوري عبد الله اللي خلصها إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية عالية عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة تبعد من أسامة وساوي بدون نقطة. يا أنصار لو تشتري لك نقطة، لو تأجر لك نقطة، شوف لك صرفة، ما يصير الرصيد صفر، ما يصير. عسيري عالية عرضية سيطر عليها الشراحي، ما يصير. رصيدك كم؟ صفر؟ ما لا يعني مش يعني أكيد أنها قاتلة طموح الفريق لأن يبقى، لأن يصمد، خصوصا أن الفرق ما ابتعدت كثير. هناك لاعب يسقط على أرضية الملعب، سلامات بإذن الله تعالى. يعني عند أهل المدينة يقولون إحنا اليوم في المدينة لازم نركز على أمثال المدينة وأشعار المدينة، يقول لك بيت قد المراية، بيت قد المراية، ولا كل سنة كراية. يعني لو عندك بيت قد المراية صغير، ولا أنك تأجر كل يوم، لازم تملك، لازم تتملك، لازم تملك نقاط يا الأنصار كي تصحو، كي تكون بين الكبار موسم آخر وأنت تلعب الموسم الثامن. إنه جنون مدرجات الأندية السعودية، الملاعب السعودية، من يملك هذا الجمهور ويملك هذا الزخم ويملك هذا الحضور لابد أنه يملك أقوى دوري عربي. يا له من شغف، الشعب كله يتابع، الشعب كله يحب الكورة. وين رايح؟ يعني بعد ما الآن تحصل الكوري، الكوري جهزوه، الكوري يعود الآن بعد فترة من الغياب، عودته الأولى اليوم. يوب يونغ ابن 23 عاما الذي يجهز للمشاركة الآن. الكوري يعود، مكاسب كثيرة للهلال في هذا المساء. لاحظين ان صفقات الهلال ايمانه 29 سنه خبره وقائد في منتصف الملعب وفي الناحيه الهجوميه. يوسف العربي 24 سنه، هرماش 25 سنه، يوب يونغ سونغ 23 سنه، والمده تعاقدات لفترات طويله. معنى ذلك ان النظره الاستثماريه والاستقرار والاستفاده من اللاعبين باتت مساله حاضره في ذهن الاداره الهلاليه التي تتعامل بذكاء مع هذه الصفقات. وبالتالي لنا في تياغو نيفيز عبرة كبيرة جدا. حلو، إيمان الآن يترك أرضية الملعب ليوب يونغ. يوب يونغ يشارك الآن، يحيونه جسم وعضل وعقل ما شاء الله عليه، لكن ما قدم الكثير اليوم إيمانه، لكن يحبونه. والله راح العرس وهو لابس له ثوب وكاشخ الأصبر. حلو لما تشارك المجتمع، لما تكون حاضر المجتمع، يعني مو بنجومية وبس في الملعب، تشارك المجتمع ويكون لك حضور في المجتمع، تلقى الحب والتقدير في ناس، يعني في بلد يكرم الضيف، في بلد يهتم تماما بالضيف وراحة الضيف. إيمان ذكي كسب الأجواء. كرة ملعوبة، كرة ملعوبة، شلهوب، يا سلام يا بيون، كيف ما تكملها الجملة هذه، كيف ما تكملها؟ هذه كانت جملة اسمية، صارت جملة فعلية، كانت تنتهي بجملة جمالية يا شيخ، لكن ما كملها رغم الصناعة الرائعة من محمد الشلهوب. لكن بسيسي يقولهم بسكم، بسيسي يقول بسكم، وقفوا وخلاص، اثنين كفاية. كرة بتلعب، تصطدم في الزوري عبد الله، تلعب أمامية للهلال،
الآن المدرج راح تسمعون صوته. بيونغ بيحاول لكن يبدو أنه يعاني من الإصابة، ويبدو أنه يعني ليس يعاني من الإصابة بالمعنى الكلمة، أقصد يعني أنه عائد من الإصابة، وبالتالي رتم المباريات راح يعود تدريجيا أكيد بالنسبة لهذا اللاعب. اختاروا الهلاليين بعناية كبيرة جدا ليكون اسم آسيوي مهم قبل مارس القادم حيث دوري أبطال آسيا، ومحاولة ومغامرة جديدة للعرض. يا سلام عزيزي عزيز، وخطأ ضد الشلهوب. والله في لمسات، في لمسات تغير السالفة كلها. أنت تكون في وادي الهجمة واللقطة والإبداع، اللاعب هذا يعيدك إلى الواجهة مجددا. الهلال هنا 2-0 متقدم ومنتصر، وأمام ديربي الرياض المنتظر الجماهيري في استاد الملك فهد يوم 24. والله هي مباراة، والله اللي يقول لك يعني وضع فريقي زين، وضع فريقي مهب زين، اللي يعرف الديربي وعاشر الديربيات يعرف أن الديربيات لا تكترث كثيرا لا للمراكز ولا لحضور الفرق قبلها بل أثناءها، كيف راح تكون الأمور. كرة لعبد العزيز الدوسري، عبد العزيز، يا سلام، شلهوب للهلال، للهلال عرضية لكن بتبعد تتخلص. سادس انتصار على التوالي للهلال، يعني الشباب بدأ بأربع انتصارات على التوالي، لكن الهلال الآن يسجل رقم مميز 6 انتصارات، وهو لديه 11 انتصار متتالي كرقم تاريخي في عام 2005، وهو أيضا صاحب الرقم القياسي الأسبق ب10 انتصارات. والأنصار لو يضم لثلاث أجانب على مستوى جيد مع مجموعة الشباب المواطنين المتواجدين أعتقد ممكن الفريق أن يتحسن وضعه، ولسه الأمور ما انتهت، لكن مع تكرار الخسائر مشكلة. الزوري خلص، الهلال والبحث عن الكلمة الأخيرة عن لقطة مسك الختام، هل ستحضر؟ كرة للقرني، نامي على الطرف الأيمن سيعيدها لهرماش، هرماش سيطر، تصل الكرة لعبد العزيز، للقرني، للهلال، تنقلات من أروع ما يكون. يا السلام يا السلام يا ليون، قل لي وش تبغي يا رجل، دلعوك آخر دلع، آخر دلع، الشلهوب يدلعك وعبد العزيز الدوسري يقول لك روح، يعني اسمك يو ويدلعك بعد يقول لك يا يويو، هذه اللقطة ما تضيع، يعني 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 وش يقول وش يتكلم، من أروع ما يكون اللقطات، يعني اللي بين السطور مثل ما نقول لعيبة الهلال، بين السطور، في أكثر من لقطة بين السطور تعطيك المتعة. هذه كرة القدم، كرة القدم مو بواحد صفر واثنين صفر وبطولة وإنجاز، كرة القدم اللي تأسر المحبين والعشاق في كل أنحاء العالم هي مثل لمسات عبد العزيز الدوسري، اللقطات الفنية اللي فيها إبداع، اللي فيها في كرة القدم ممكن تقول رومانسية، فيها غزل، يا سلام كرة بتلعب. لكن ليونغ أعطوه إهدائين، الشلهوب أعطاه إهداء ورفض، وعبد العزيز الدوسري أعطاه أيضا إهداء ورفض، ولكن الهلال في المحصلة النهائية سادس انتصار على التوالي، تبقى له مؤجلة، في حالة فوزه هو سيكون متصدر الدوري، لكن نتكلم على الأوضاع الآنية، الأوقات الحالية، اتفاقي وشبابي ب 23 نقطة، الهلال الآن ب 21 نقطة، ويشتعل الموسم السعودي، وهو صاحب الرقم القياسي في الموسم الماضي 26 مباراة بدون هزيمة، وهو أنهى الموسم الماضي بست انتصارات متتالية. والآن 6 انتصارات متتالية أصبحت مسألة عادية، يعني لما تسولف مع هلالي تقول له يا هلالي فريقك فايز 6 مرات ورا بعض، يقول لك طيب وش الجديد، وش الجديد العام، كم مرة جبناها 6 انتصارات متتالية، الهلالي يقول بهذا الطريق، والآن 6 انتصارات متتالية عادي. والله من حقك، من حقك دامك هلالي، من حقك. والعربي، العربي، يوسف العربي، 3 دقائق وقت ضايع، يا سلام يا عربي،
عربي بيلعبها كرة أطول من اللازم أقرب لبسيسي. الوقت المحتسب بدل الضايع مشاهدينا متابعينا عبر الرياضية السعودية الأولى. الهلال ينتصر على الأنصار في المدينة المنورة وبهدفين مقابل شيء. كرة ملعوبة للهلال للهلال. بيو بيو شو يسوي؟ هذه الثالثة يا بيو. لا الثالثة زعلت الهلاليين يا بيو. كرة بتلعب تتخلص خطأ لصالح لاعب نادي الأنصار محسن العيسى. برافو يا اتفاق. اتفاق يقدم أروع بداية له ممكن في تاريخه. ممكن في تاريخه حتى في السنوات اللي جاب فيها الدوري، يعني ما أعتقد 6 انتصارات و2 تعادلين كحصيلة نقاط، رغم أنه جاب الدوري الاتفاق كأول فريق في تاريخ الدوري السعودي يحرز الدوري بدون أي هزيمة. الشباب مركز وواعي وحاضر وفاضي للمسابقة. عربي عربي يا أبو العربي. ثلاثة يا زعيم، ثلاثة يا زعيم، ثلاثة يا زعيم. وبسيسي يقول بسكم بسكم. بسيسي عبده يقول بسكم بسكم. ما في ثالث اليوم. تفنن الهلاليون في إدارة الفرص في لقطات ممتعة في الشوط الثاني. عوافي يا زعيم عوافي. هذا الدوري السعودي، هلال اتحاد شباب اتفاق منافسة، والنصر قد يعود إن شاء الله كأحد الفرق الكبيرة. الأهلي الله على الكبار لما يكونون موجودين خذ لك دوري. الله على الكبار لما يكونون موجودين خذ لك دوري. كرة ملعوبة للزعيم. لقاء ونقاط المباراة التي أصبحت في جيب الثوب الأزرق الهلالي للزعيم الذي خاض مهمة غاية في الأهمية. عبد العزيز الدوسري أنت اللي افتتحتها وأنت اللي تسببت بالهدف الأول يا عزوز. وهنا توماس دول، وهذه يا دول كانت مريحة وكانت بمثابة البنادول. الهلال إلى النقطة 21 كأحد المرشحين الكبار. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، الزعيم بسادس انتصار على التوالي توماس دول. الزعيم ونظرات واثقة نحو الأمام. الهلال